موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني بعدي، عجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن جرير رحمه الله في ذكر القول الثاني لماذا ألقى موسى الألواح بعد أن ذكر القول الأول، وأنه ألقاها من شدة الغضب لما عاينهم وهم حول العجل عاكفين، وأنه ألقاها وأخذ برأس أخيه، فهو أخذها ألقاها لكي يأخذ برأس أخيه. القول الثاني أنها إنما ألقاها لفضائل أصابها فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن هذا القول فيه نكارة وغرابة، وإن قال زعم قائله أن موسى بعد أن قال الله ألقى الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد، قال فأعطي نبي الله موسى عليه السلام ثنتين لم يعطهما نبي، قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قال فرضي نبي الله، ثم أعطي الثانية من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال فرضي نبي الله صلى الله عليه وسلم كل الرضا. عن قتادة قال لما أخذ موسى الألواح قال يا ربي إني أريد في الألواح أمة هم خير الأمم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. قال يا ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نحو الحديث السابق، إلا أنه قال في حديثه فألقى موسى عليه السلام الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك أن يقال أن يكون سبب إلقاء موسى الألواح كان من أجل غضبه على قومه لعبادتهم العجل، لأن الله جل ثناؤه بذلك أخبر في كتابه، فقال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا الذي نرجحه و نقول أنه الصواب فعلا، أنه كما ذكرنا ليس فيه حجة لمن زعم أن شدة الغضب تكون مبيحة لفعل الكفر، ونعوذ بالله أن ينسب إلى موسى كفر. وهذه زلة ممن احتج بالقصة على ذلك، وأن إلقاء المصحف في مثل حالات الغضب اعتراضا ونحو ذلك ليس بكفر، نعوذ بالله وإنما كما ذكرنا هذا بمثل حال إنسان كان في يده حقيبة وفيها مصحف، فجاءه آخر يعني يقاتله أو يتعارك معه، فيبادر إلى إلقائها ليتفرغ للإمساك بعدوه أو بمن يقاتله، فهذا ليس يقصد على الإطلاق ولا في فعله
ذرة إهانة لما في يده، وإنما التفرغ لما لمن يواجهه. قال: وذكر أن الله لما كتب لموسى عليه السلام في الألواح التوراة أدناه منه حتى سمع صريف القلم. عن علي عليه السلام علي رضي الله عنه قال: كتب الله الألواح لموسى عليه السلام وهو يسمع صريف الأقلام في الألواح. عن سعيد بن جبير قال: أدناه حتى سمع صريف الأقلام. وقد ذكرنا من قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي أعظم من ذلك، فإن موسى إن صح الخبر أنه فعل به ذلك سمع صريف الأقلام وهو في الأرض، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رفع في المعراج إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. وهو هذا، وهذا في مسلم فظهر قال: فظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وإن كان هناك فضيلة لتوراة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله كتب التوراة في الألواح بيده كما في حديث استشفاع الناس بالأنبياء يأتون موسى فيقولون: أنت موسى كلمك الله وقربك ناجيا وكتب لك التوراة بيده، وكذا في قصة احتجاج آدم وموسى: وكتب لك التوراة بيده. وهذه الكتابة من الله كتابة هي فعل من أفعاله، ليس ككتابتنا المصاحف وغير ذلك، بل هي صفة من صفاته عز وجل. أما الألواح فهي مخلوقة بلا نزاع. قال: وقيل إن التوراة كانت سبعة أسباع، فلما ألقى موسى الألواح تكسرت فرفع منها ستة أسباعها، ستة أسباعها، وكان فيما رفع تفصيل كل شيء، الذي قال الله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وبقي الهدى والرحمة في السبع الباقي. هذا خلاف ظاهر القرآن، ذلك أن الله عز وجل قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، قالها بالألف واللام التي هي للعهد، فلم يكن بعض الألواح، وإنما أخذ كل الألواح. ولا دليل على رفع شيء منها. وقوله تعالى: وتفصيل كل شيء، أي كل شيء شرعه الله لهم يحتاجون إليه، ففيها تفاصيل التشريعات، وليس معناها فيها تفصيل كل المخلوقات، وإنما كما قال الله عز وجل في آخر سورة يوسف، قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتفصيل كل شيء يحتاج إليه، وهو معلوم لكل عاقل أن القرآن مثلا لا يتضمن شؤون الطب والهندسة والزراعة حتى يحتاج إلى يعني تبيين لمعنى كل شيء، أي كل شيء يحتاجون إليه في التشريع. يقول في هذا القول، وهو الذي قال: أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون. يقول: وكانت التوراة فيما ذكر 70 وقر بعير يقرأ منها الجزء في سنة. أشياء عجيبة، ما أنزل الله بها من سلطان. عن الربيع بن أنس قال: أنزلت التوراة وهي 70 وقر بعير يقرأ منها الجزء في سنة، لم يقرأها إلا 4 نفر: موسى بن عمران وعيسى وعزير ويوشع بن نون
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا أيضا يعني من الإسرائيليات التي يغلب عليها المجازفة، وليست مما يشهد له بالقبول. وكيف ينزل الله كتابا إلى يعني أمة من الأمم لا يمكن أن يقرأه أحد إلا الأنبياء فقط؟ كلام عجيب، كأن اليهود يبررون تضييعهم للتوراة وأن الأنبياء لم يحفظوها. وقد قال الله عز وجل: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فذلك دليل على أن ما فيها من الإحسان أمر به بني إسرائيل، فكيف لا يقرؤونه ولا يعرفونه؟ لكن هو أمر بالأخذ بقوة بالأشد فيها. قال: واختلفوا في الألواح، فقال بعضهم كانت من زمرد أخضر، وقال بعضهم كانت من ياقوت، وقال بعضهم كانت من برد. عن ابن عباس قال: ألقى موسى الألواح فتكسرت فرفعت إلا سدسها. قال ابن جريج: وأخبرني أن الألواح من زبرجد وزمرد من الجنة. عن أبي العلي قال: كانت ألواح موسى عليه السلام من برد. عن جعفر بن أبي المغيرة قال: سألت سعيد بن جبير عن الألواح أي شيء كانت؟ قال: كانت من ياقوتة كتابة الذهب، كتبها الرحمن بيده. فسمع أهل السماوات صريف الأقلام وهو يكتبها. عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال: كانت الألواح زمردا، فلما ألقى موسى الألواح بقي الهدى والرحمة وذهب التفصيل. عن مجاهد قال: كانت الألواح من زمرد أخضر. وزعم بعضهم أن الألواح كانت لوحين، فإن كان الذي قال كما قال فإنه قيل: وكتبنا له في الألواح وهما لوحان، كما قيل: فإن كان له إخوة وهما أخوان. لم يعلق ابن جرير رحمه الله ولم يثبت ذلك، لأنها حكايات، والحكايات عن بني إسرائيل التي لا تعرف، يعني لا تصدق ولا تكذب. لكن كما ذكرنا هناك دلائل على المجازفة. قال: وأما قوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فإن ذلك من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان لموجدته يعني لغضبه وما وجد في نفسه على هارون، على أخيه هارون صلى الله عليه وسلم، في تركه اتباعه وإقامته مع بني إسرائيل في الموضع الذي تركهم فيه، كما قال جل ثناؤه مخبرا عن قيل موسى، يعني عن قول موسى عليه السلام له: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ كأنه أراد منه أن يتبعه ليخبره بما فعل بني إسرائيل. قال: حين أخبره هارون بعذره فقبل عذره، وذلك قيله لموسى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال: يا ابن أم إن القوم استضعفوني فكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء. اختلفت القراءة في قراءة قوله يا ابن أم، قرأ ذلك عامة قراءة المدينة وبعض أهل البصرة يا ابن أم بفتح الميم، يا ابن أم، وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة يا ابن أمي بكسر الميم من الأم. اختلف أهل العربية في فتح ذلك وكسره مع إجماع جميعهم على أنهما لغتان مستعملتان في العرب. قال بعض نحوي البصرة إلى ذلك بالفتح على أنهما اسمان جعل اسما واحدا،
كما قيل يا ابن عم، قال وقال هذا شاذ ابن عم، يجعل ابن عم دي على بعضها، هي أصلا وضاف وضاف إليه، قال هذا شاذ لا يقاس عليه. وقال من قرأ ذلك ابن أمي على لغة الذين يقولون هذا غلامي قد جاء، جعله اسما واحدا آخره مكسور مثل خازي خازي باز. يعني هي أصلا عايز أقول يا ابن أمي، وبعدين حذف الياء فبقيت الكسرة رغم ذلك، وأيضا لأنها لو جعلت اسما فإنها مضاف إليه. قال بعض نحو الكوفة قيل ابن أم وابن عم، فنصب كما ينصب المعرب، كما ينصب المعرب في بعض الحالات، قالوا يا حسرة ويا ويلتا، قال فكأنهم قالوا يا أماه يا عماه، ولم يقولوا ذلك في آخر، ولو قيل ذلك لكان صوابا، الذين خفضوا ذلك فإنه كثر في كلامهم حتى حذفوا الياء. قال ولا تكاد العرب تحذف الياء إلا من الاسم المنادى يضيفه المنادي إلى نفسه، إلا قولهم ابن أم ابن عم، وذلك أنهم يكثر استعمالهما في كلامهما، فإذا جاء ما لا يستعمل أثبت الياء فقالوا ابن أبي وابن أختي وابن أخي وابن خالتي وابن خالي. لكن في الأم والعم يحذفوا الياء ويتركوها. قال والصواب من القول في ذلك أن يقال إذا فتحت الميم من ابن أم ابن رحمة فمراد بها الندبة ابن أماه، وكذلك من ابن عم، فإذا كسرت فمراد به الإضافة ثم حذفت الياء التي كناية، كناية اسم المخبر عن نفسه، ياء المتكلم ضمير، التي هي كناية الاسم القرآني. وكان بعض من أنكر تشبيه كسر ذلك إذا كسر ككسر الزاي من خازي باز، لأن خازي باز لا يعرف الثاني الأول ولا الأول إلا بالثاني، فصارت كالمصوت. الخلاصة أنهما قراءتان ثابتتان بآياتهما قرأ القارئ فمصيب. أقول قلبي هذا وأستغفر الله.